أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله رضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. أسس أهل السنة والجماعة بنيانهم على تقوى الله، وهي أنهم عباد، والعبد ينتظر الأمر اللي إيش ليسمع ويطيع، وينتظر القضاء ليؤمن به ويسلم، هكذا. ولذلك كانوا لا يعتقدون قط إلا بعد الدليل، بعد الدليل، فصار اعتقادهم نقيا لأنهم اتبعوا في ذلك الدليل. أما أهل البدعة والضلالة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فإنهم بنوا على أصل فاسد، قدموا العقل على النقل، وحكموا العقل في الرب وفي الشر، نعوذ بالله من غضب الله جل في علا. وهذا إيش؟ بنيان أسس بنيان على شفا جرف هار أو كاد أن ينهار به في نار جهنم. الله يهدينا ويهدينا. قال يعلم وقد مضى الكلام عليه في الصفات، وأنا أعيد الكلام ها هنا بذلك ليتقرر بطلان مذهبهم ويتضح أساسهم الذي بنوا عليه، ليحذر منهم من لا خبرة له بمذهبهم. فأقول قال مصنف فأقول اعلم أن جهما ومن تابعه قالوا لا قدرة لله ولا علم ولا حياة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام. لبا لأن الجهمية ينفون الأسماء والصفات، ما في ولا اسم ولا صف. قال فقيل لجهم لعن الله تقول إن الله شيء؟ فقال لا أقول إنه شيء، لأن معنى شيء معنى محدث مخلوق، ومعنى مخلوق معنى شيء. استغفر الله. هذا كفر ظاهر. ذكر الشهر الثاني عن جهم إنكاره أن يقول أن الله شيء لزعمه أن في ذلك تشبيها، أنه أنكر سائر الصفات احترازا من التشبيه، وده طبعا بدعة إبليس. ولم يثبت لله من الصفات إلا قادر موجد فاعل محيي مميت، وهذا أصلا خوفا من الأسن والرماح عليه إذا لم يقل بذلك. اعتبر أن هذا تختص بالله ولا يوصف المخلوق بها، ولكن أنه أنكر أن يكون الإنسان قادرا أو فاعلا على الحقيقة، إنما ذلك مجاز. وهذا جل كلام الأشاعرة هكذا، كل جمال كلام الأشاعرة هكذا، أنهم يقولون العبد يأكل يشرب، العبد يجامع، العبد يصلي، وفي عقد الأمر عندهم لا يفعل شيئا البت. لذلك قلنا إذا أردت أن تجعل الأشاعرة في غيظ قل له أنت ابن الكسب. طب أنت ابن الكسب إيش بقى عندك؟ هو أصلا يرون أنه ليس فاعلا حقيقيا. طب الله من وين أتى الولد؟ أنت لست فاعلا حقيقيا. ما الذي فعل؟ جني جاء مكانك؟ ما 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 يعني أنت ابن من؟ هو أنت ابن من؟ ده صحيح. لما قال الرجل عمال يقرأ الفتحة الفتحة قال أبوك مش هنا مش في القبر. الله أما أنا ابن مين أنا أصلا؟ يعني هو ضاع القبر ضاع النسب. هاي هذا تضيع القول. فأنا أقول لهم الآن الكذب أنت ابن من أصلا في هذا الباب حقا؟ لما تقول أن الكذب أصلا أصله ليس الفعل، ما فيش ما فعلش حاجة، كلام باطل، كلام لازمه كفر، كفر صريح، ده من لوازم. وهم أصلا مش لا يلتزمون، هم لا يفهمون يعني إيه كذب أصلا، يعني هم أصالة لا يعلمون معنى الكذب. أطال الباقلاني في التفسير وبعد كده قال ما هذا العناء؟ الكذب هو الجبر. هو مش عارف، فهو رايح جاي رايح مش عارف يعمل شيء، ومش فاهم اللي بيكتبه. حتى بلغ إلى أن قال وبين وكشف أن حقيقة الأمر نهاية الكسب هو إيش؟ الجبر. نعوذ بالله. ما عملناش كده. نعم صحيح. ليش لا يعملنا نحن بذلك؟ ما هو شوف الرجل كان عنده منطق صحيح لما دخل وجد امرأته بتزني مع صاحبه، فأخذ السيف غيرة، الله صغيرة، أراد أن يقتله قال اتق الله. أما ترى ذلك أنه كان بقدر الله، فالرجل عمل إيه؟ ساب السيف وقال آمنت بالله. طبعا هذا سهل أعمل الله كده يا عم، أنا بشتمك بقدر الله تسكت، فاهم؟ أنا بسفي فيك بقدر الله، ألا ترضى بقدر الله؟ لما تنازع وانت شايف ان كلها بقدر؟ صحيح والله، هذه حجة كبيرة عليك. انت اصلا افضل اشعاري منهم واعلم واحد فيهم، مشي في الشارع امام الناس وجيب جماعة واضربوا على قفاه، اضربوا ضرب قوي على قفاه، فاذا انتهرك قل له اتق الله، اليس هذا بقدر الله؟
فاهم؟ وخليه انظر هكذا. لكن شوف لما احتج القدري الجبري على عمر الخطاب، قال ما لما تقطع يدي؟ قال انك سرقت. قال والله ما سرقت الا بقدر الله. قال وانا والله لا اقطع يدك الا بقدر الله. جابها له على طول فيش بنفس الحج هكذا. لكن هم قوم كما قلنا لما عارضوا الاثار ابتلاهم الله بهذه الافكار، لما عارضوا الاثار ابتلاهم الله بهذه الافكار، ولو سلموا لسلموا لكنهم ما ارادوا السلام. اللهم استعان.